بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. بقية الأحاديث الواردة من الباب 32 من الكتاب 40، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. والطاعون هي الأمراض المعدية، مرض شديد بحيث أنها تصيب عدد كبير من الناس وتؤدي إلى الوفاة في فترة بسيطة من الزمن، يسموه طاعون. والطيرة وهو التشاؤم، والكهانة وهو تكلف الإخبار بالغيب، كل ده النبي نهى عنه، ونحوها. والطاعون هذه الأمراض المعدية الشديدة، للكفار عذاب وللمؤمنين شهادة ورفع درجات. فمن مات بمرض من أمراض الطواعين يموت شهيد، يأخذ أجر شهيد إن كان مسلما. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الثامن بعد 905، قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. ويقصد هذا الوجع اللي هو الطاعون. عرفنا منين؟ عرفنا من الروايات السابقة. وبعدين لما يبقى يقول إن هذا الوجع أو السقم، أو دي الشك من الراوي، هل النبي قال الوجع ولا قال السقم؟ قال واحدة فيهم، بس الراوي يريد الدقة فعايز يصيب اللفظ النبوي، فلما يختلط عليه اللفظ يجيب واحد والتاني يقول او، عشان ايه؟ ده دليل ايه؟ احتياطا لاصابة اللفظ النبوي وان كان المعنى واحد. قال: ان هذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض الامم. وهو النبي قال ايه؟ ان الطاعون. ده هو نسي لما بيروي، نسي اسم الطاعون، طارد من مخه ساعتها. فهمت؟ زي لما الواحد كده ساعات يقابل واحد وعارف اسمه ويجي يناديه يلاقي نفسه اسمه طاير من مخه في اللحظه دي. فهمت؟ يقول له يا عبد الله وهو اسمه احمد. فهمت ازاي؟ بتحصل، لان دي كلها عوارض بشريه. دي عوارض بشريه، والرواه بشر، فلازم يحصل لهم هذه العوارض، انه ايه؟ يهم عن كلمه، او انه هو يشك في اللفظ فيقول او، أو أنه هو يختلف الرواية بعض الاختلافات في ترتيب الألفاظ. لا بأس، لأن دول إيه؟ بشر يخبرون حسب ما يتذكر، خصوصا أنه هو بيخبر مثلا هو عنده 20 سنة، وبعدين يجي يخبر تاني الحديث وهو عنده 30 سنة بعد 10 سنين، وأنه هو عنده 50 سنة، فقد يتفاوت إيه ضبطه باختلاف إيه أحوال سنه. وكل راوي بيروي حسب ما سمع من الراوي الذي قبله، وبالتالي عشان كده تجد بعض الخلافات في الروايات من اجل هذا. في بعض الناس اللي مش مدركه هذا المعنى يقول لك ايه الخلافات ده اضطراب، دي الفاظ مضطربه، يبقى بلاش السنه بلاش الاحاديث. دي عقليه بقى هي اللي مضطربه، هذه العقليه هي العقليه المضطربه. صحيح؟ فهمت؟ انه قال: ان هذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض الامم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه،
ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. وهذا الأمر من النبي أمر إرشاد ونصح وتوجيه، وليس أمر شرعي، مش تعبدي هو، فهم؟ يبقى ده أمر إرشاد وتوجيه ونصح، وفقد تقدم العلم وهو الحظر الطبي. فهمت ازاي؟ في الايه لما يحصل امر مرض معدي يعملوا ايه؟ يعملوا حجر صحي، يحجروا حول هذه المنطقه فلا يدخل احد فيها ولا يخرج واحد منها، اسمه الحجر الصحي. اول من نبه عليه هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال وحدثناه ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري باسناد يونس نحو حديثه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن حبيب قال كنا بالمدينه فبلغني ان الطاعون قد وقع بالكوفه، فقال لي عطاء بن يسار وغيره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كنت بارض فوقع بها فلا تخرج منها، واذا بلغك انه بارض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد يحدث به. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألت عامر بن سعد بن أبي وقاص، أخو إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. كل ده تأكيد من صحة السماع. وعن أبي قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى حديث شعبة. وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان رضي الله عنهما، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وعن أبي قال وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديثهم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد. سرغ موضع هناك في إيه؟ قبل إيه؟ الشام. دلوقتي يمكن تلاقيه في الأردن ولا حاجة. لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، ويقصدوا بالوباء هنا الطاعون، كان بينتشر اللي هو الايه بالانجليزي اسمه بليج. الطاعون ده مرض اسمه الطاعون، وان كان الطاعون هو كل مرض معدي، الكوليرا طاعون، الجدري طاعون، فاهم؟ لكن هو يقصده هنا ايه؟ البليج، مرض بينتشر، إيه انتشر ومات منه عشرات الالاف بل ملايين على مر العصور. فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين عشان يستشيرهم، هل نستمر ونخش والوباء وقع ولا نرجع ونأجل السفرة دي لحد ما ينتهي الوباء؟ عايز يعمل استشارة له.
فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. يبقى يبدو أن هم لما اجتمعوا ما كانوا سمعوا خبر النبي، لو كانوا سمعوا خبر النبي اللي قالوا أسامة بن زيد ما كانوش استشارهم، كان قال لهم ارجعوا خلاص كلمة واحدة. لكن يبدو ان هم الصحابة دول ما سمعوش خبر النبي المتعلق بالوباء، بما فيهم حتى سيدنا عمر، فقعدوا اجتمعوا: نعمل ايه؟ ندخل وهناك وباء منتشر والناس بتموت ولا نرجع؟ فبعضهم قالوا له: اذا عزمت فتوكل على الله، ولا ضر الا الله ولا نفع الا الله، ما تخافش استعن بالله يلا وخش، فهمت؟ وناس تانيين عايزين يحتاطوا قالوا: والله ما فيش داعي انك انت تقدم ايه الصحابة على مكان فيه هذا الهلاك، تلقوا لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، ربنا بيقول لنا كده، فهمت؟ يبقى قاعدين بيتناقشوا. وقال بعضهم: معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. مشى دول المهاجرين الاوائل، قال: هاتوا لي الانصار بقى اخد رايهم. ثم قال: ادعوا لي الانصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. برضه ناس قالوا: لا اذا عزمت فتوكل على الله ما يهمكش، وناس تانيين قالوا: لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخه قريش من مهاجره الفتح. فدعوتهم. يبقى الصحابة كانوا طبقات، ليه؟ مهاجرين أوائل أسلموا في فتح مكة، وكان في أنصار، وكان في أهل بدر، وكان أهل العقبة، يبقوا كانوا طبقات، الصحابة مش طبقة واحدة، فهمت؟ فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. يعني سيدنا عمر بقى ترجع عنده إنه يرجع، فهم؟ فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ أبو عبيدة بن الجراح كان سيدنا عمر يحبه يوده، وأنت خاصة كده يعني بينهم تآلف كده يعني جميل. سيدنا أبو عبيدة بقى بيقول لسيدنا عمر: وأنت هتفر من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة عشان أنا بحبك بس كنت عاقبته. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه، ما كانش يحب إيه حد إيه يختلف عليه لما يعزم على أمر، لأن هو أمير المؤمنين، فما فيش داعي إنك أنت تشق عصا الطاعة وتشوش على الناس يعني. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. شوف الرد بقى القوي، قال له: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني واحنا برضه أنا لما هنرجع معناه إننا فررنا من قدر الله؟ ما هو قدر الله هيقابلنا برضه في أي حتة، فاهم؟ يبقى ده أخذا بالأسباب والحزم. يبقى ولي الأمر المؤمنين لابد، المسلمين لابد أن يكون في قراراته حازما، يحوط المؤمنين بالرعاية والعناية والاحتياط حتى لا يريق دماءهم ولا يوردهم المهالك. دي مسؤولية كبيرة لما تقود الناس، فهمت؟ لا توردهم المهالك. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان. شوف بقى بيديله دليل عقلي، وكل ده علشان غايب عنهم إيه؟ كلام النبي. فهم إيه بيستعملوا عقلهم مع مقاصد الشريعة في نفس الوقت، وابتدوا يتكلموا، فبيجيب له دليل عقلي بيقول له إيه؟ أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان. يعني إيه؟ الوادي لي منطقتين، منطقة فيها كلأ كتير وعشب كثير، ومنطقة تانية جدباء. هتاخد الإبل بتاعتك
تمشيها في المنطقه الجنباء ولا تمشيها في المنطقه اللي فيها الهجره؟ يعني بالعقل كده هتختار ايه؟ واديا له عدوتان، احداهما خصبه والاخرى جدبه، اليس ان رعيت الخصبه رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبه رعيتها بقدر الله؟ فهم؟ يعني اما الاقي انا حاجه هتبقى تؤدي الى ضرر من ارعاهم، وحاجه تؤدي الى ايه؟ فائده من ارعاهم، امشي في اي جهه؟ امشي في الجهه اللي فيها الفائده. لا اسير في زي ما يبقى عندك ابل وانت بترعاها. عندك منطقه جدبه ومنطقه خصبه، تدخل فيهم في الخصبه ولا تدخل فيهم في الجدبه؟ قال له لا ادخل فيهم في الخصبه. قال له خلاص انا بعمل كده. دي بتخلفني يا ابو عبيده. سكت ابو عبيده. خلاص اتحلت الاشكال. فهمت؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته، ما كانش حاضر الاجتماعات بقى، عبد الرحمن بن عوف وكان في مشوار. كويس؟ فلما جاء فقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طلع عارف الحديث سيدنا سيدنا عمر وافق اختراء اختيار سيدنا عمر. الحديث وافق اختيار سيدنا عمر. سيدنا عمر فرح جدا ان اجتهاده وافق حديث النبي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال نعم. يعني معجزه هتقول أنه ده خيبان، واحد معاه إبل وقدامه حتة خصبة وحتة جدبة، دخل بالإبل بتاعته في الحتة الإيه الجدبة، هتقول عليه إيه ده؟ تقول عليه راجل خيبان مش عارف يرعى الإبل. فاهم؟ يعني معجزه وتعتبره عاجز، يعني عدم، يعني سوء رأي. العجز سوء رأي، يعني رأيه سيء. فهمت ازاي؟ أكنت معجزه؟ قال نعم. قال فسر إذن. قال فصار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله. وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله ابن عبد الله. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرقة وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. سالم بن عبد الله بيعتبر أن سيدنا عمر اختار الرجوع عشان سمع عبد الرحمن بن عوف، لكن الواقع مش كده. ده سيدنا عمر بن الخطاب اجتهد فانصرف ثم قابل سيدنا عبد الرحمن بن عوف فوافق اجتهاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. لا عدوى يعني لا عدوى إلا بإذن الله، في أن المرض لا يمرض بذاته بل الذي يمرض هو الله. يبقى معناه لا عدوى هذا هو الحقيقة، الحقيقة لأن الفاعل هو الله ليس الميكروب هو الفاعل. فهمت بقى؟ لا عدوى ولا طيرة ولا تشاؤم. لا طيرة تشاؤم، ليه سموها طيرة؟ لأن كان العربي القديم في الجاهلية كان لما يجي ينوي يعمل حاجة يجيب طائر، واخد بالك ازاي؟ يحبسه عنده وبعدين بعد كده يسيبه يطلقه، فإذا طار جهة اليمين يبقى يقبل على هذا الموضوع يتفاءل،
واذا طار الطائر جهه اليسار يبقى لا يقبل عن هذا الموضوع ويمسك فيتشائم، فهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة، يعني لا تشاؤم. وعشان كده في حديث اقر الطيور على مكناتها، اقر الطيور على مكناتها، واللي شرح الحديث ده لابن عيينة والاحمد بن حنبل والاسحاق بن راهوي الامام الشافعي، ما كانوش فاهمينه، كانوا يروي الحديث ومش فاهمين معناه، فالامام الشافعي فهمه له، فاهم؟ وعشان كده قالوا ان التشاؤم سموه طيرة بعد كده. اي تشاؤم بقى، واحد يتشائم من قطة سودة، من رقم 13، من يوم الثلاث، من ساعة يوم الجمعة، مش عارف، في ناس كده كل واحد بقى يتشائم، او يقابل واحدة لابسة طرحة سودة اول ما يخرج من بيته يقول يا نهار اسود، يروح راجع تاني ما يعملش المشوار، واخد بقى؟ في ناس كده ماشية ملبوخة، او يقرأ كل يوم بقى ايه هو تبع برج ايه، ويقرا في الاهرام وفي الجورنال الابراج، ويشوف يعني ان هينجح يخرج، هيفشل يخش ينام. ما ينفعش المسلم، مش كده المسلم، ما يمشيش ورا هذه التكهنات التي لا اصل لها. ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. فالمؤمن قوي بايمانه واعتماده على الله، ويرضى بقضاء الله، ولا ينسب الفعل الا لله. لا البومه شاف بومه، ولا شاف قطه، ولا شاف كلب اسود، ولا شاف فار ميت، ولا شاف مش عارف، الكلام ده كله ما يعرفوش المسلم. المسلم متوكل على الله، اذا استعنت فاستعن بالله، فهم؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة دي بقى اسم طائر كانت العرب تتشائم منه، يبدو انه هو البومة. عارف البومة؟ شفتوه انتوا عندكم بومة هناك في ماليزيا؟ البومة بقى اسمها ايه بالماليزي؟ بروهاندو. بروهاندو بقى. البومة دي عبارة عن طائر كده تلاقي وشه مدور وافطس حوالين عينيه كده متداخل، وتلاقي منقره طالع كده، ده اسمه البومة. كانت العرب تتشائم منها، تشوف البومة كده لانها بتعتبرها ايه؟ روح ميت. كانوا بيعتقدوا ان الميت لما يموت ويدفنوه يطلع من عظمه طائر، هذا الطائر هو البومة، فيفكرهم بالهلاك والموت، فهمت بقى؟ فكانوا يتشائموا منه ويسموه هامة، فهمت ازاي؟ هامة بالتخفيف هكذا، وان كان في لغة هامة بالتشديد، لكن ايه اللغة الفصيحة الافصح واللي ورد بها الحديث؟ هامة بالتخفيف. فما فيش الكلام الفارغ ده، ولا بومه ولا كلام من ده، انطلق ما يهمكش، توكل على الله، فهمت؟ كن قوي. بومه تخليك تروح تقدرش تعمل، ما يصحش، عيب. ولا هامه ولا سفر. سفر ايه؟ سفر دي في معنيان. الامام مالك قال لك لان العرب كانت بتنسق محرم وسفر، عايزين مثلا ايه يحاربوا وهم في شهر محرم، يقول لك ايه رايك ناجل محرم ده ونطلق على محرم ده سفر، فيخلوا محرم سفر ويروحوا يحاربوا بعض، وبعد الشهر اللي بعده يخلوه محرم، ينسقوا الشهور، فهمت ازاي؟ شغل بقى لعب عيال، انما النسيء ايه؟ زياده في الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال ما فيش حاجه اسمها سفر، ما فيش نسيء. او ان العرب كانت تتشائم من شهر سفر، ما كانتش تحب تعقد العقود بتاعتها او تسافر القوافل بتاعتها في شهر سفر، يعتبروا ده زمن نحس كده، فهي ايه؟ فما كانش يعني بيعتقدوا فيه وحش، حاجه وحشه، او كانوا بيعتقدوا حاجه غريبه تانية. العرب كانت تعتقد ايه؟ ان في دوده في بطن الانسان، دبه تعيش جوه بطن الانسان، اذا جاع الانسان وما كلش الدبه دي تاكله من جوه، يقوم يموت تهلك، فاهم؟ كانوا يعتقدوا، فيسموها سفر، يعتبروا السفر دي ايه؟ دبه داخل بطن ابن ادم، اذا جاع ابن ادم قد تهيج فتهلكه، فاهم؟ دودة كبيرة كده، دودة شريطية، حاجة وحش يعني، جو دراجون، واخد بالك؟ اعتقدوا حاجات غريبة.
كل ده اساطير كانت في عقول الناس، اساطير جاء النبي حررها من ايه؟ من العقول الاساطير. فهم؟ ولا سفر ولا نوء، وكانوا يعتقدوا النوء اللي هو النجوم، ان المطر بينزل بحركه النجوم وكان النجوم مؤثره، ولكن النجوم علامه على المطر وليست هي سبب المطر. فمن قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر، يعني بسبب، وكأن النوء هو المسبب للمطر، فاعل مؤثر، يبقى ده كفر لان الفاعل هو الله. اما النوء فهو علامه فقط، علامه فقط على قرب المطر او على عدم قرب المطر، بس دي علامات قد توافق مراد الله وقد لا توافق مراد الله، لكنها غير مؤثره. وبالتالي نهى العرب ان تعتقد ان هناك فاعل مع الله. فهمت؟ ولا غول. كان العرب برضو يقول لكم من الغولة. حد دلوقتي المصريين يقول لك من الغولة يا ولد، اوعى تطلع في الضلمة لحسن، من الغولة تاكلك، عشان يخوفوا. غول، الغول ده يقول لك نوع من الجن، نوع من اناث الجن، تتشكل في اشكال مختلفة للمسافر وهو في الصحراء. تظهر له في لون هنا، تظهر له في حتة هنا، تظهر له ان هنا مية، تظهر له هنا عشان تتوهه، عشان ايه؟ تخليه توه ويضل الطريق. فهمت ازاي؟ وكانت احيانا كمان يعني تسحره، تعمل له سحر، بيعتبروا ان الغولة دي ايه؟ ساحرة من سحرة الجن، وانها قد تضره، فكانوا يخافوا من الغول، يخوفوا بعض، يقول لك تغولت الغيلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تغولت الغيلان فأذنوا بالأذان. مش كده برضه؟ يبقى النبي اثبت الغول اهو، اذا تغولت الغيلان فاكثروا من الاذان، ونهى عن الغول. يبقى معناه ايه؟ ان الغول موجود، الجن موجود، لكن لا يضر الا باذن الله، فلا تخف. فاهم؟ يبقى يثبت وجوده وفي نفس الوقت ينفي اثر ضره ونفعه. فهمت بقى المساله؟ كما تلونوا ايه في اثوابها الغول، مش قايلها كده في بنك سعاد؟ يبقى ولا غول ولا يورد ممرض على مصح، وما تخليش مريض يدخل على صحيح، ما تخليش مريض يدخل على صحيح. طب ما هو لسه بيقول لنا لا عدوى، وبعدين يقول ما تدخلش المريض على الصحيح، حاجه غريبه قوي. ما فيش عدوى. يقول لك ان لا عدوى يعني لا مرض الا باذن الله، اما لا تورد ممرض على مصح هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط والاخذ بالاسباب، ولكن عليك ان تعلم ان الاخذ بالاسباب لا يؤثر الا ولا ينفع ولا يضر الا بالله. يبقى لا عدوى حقيقه، ولا يورد ممرض على مصح شريعه. فهمت؟ فما فيش تناقض. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لابي الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال ابن شهاب فحدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فما بال الابل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني تبقى نشيطة، يعني الإبل الجمال تبقى في الرمل يعني في الصحراء كأنها الظباء نشيطة بتجري، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. وإزاي بقى لا عدوى؟ دي حاجة احنا بنشوفها، الإبل تبقى سليمة في عافية، يجي واحد جمل واحد أجرب يقعد معاه تبص لا يجربها كلها، فإزاي بقى لا عدوى؟ بيناقش النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول؟ طب والأولاني ده اللي اتجرب ده وجاي لوحده ده، مين اللي عداه؟ فهمت؟ اللي عداه مين إجابتها؟ الله. يبقى برضه اللي خلى المرض ينتشر فيها هو الله مش الميكروب. يبقى النبي إيه؟ أثبت إيه؟ أن هناك فعل لله، ولكن فعل الله يوافق السبب غالبا، ولذا
أثبت فعل الله منفصل عن السبب، ثم احتاط بالأخذ بالأسباب فقال لا يورد ممرض على مصحي. يعني بالرغم من أنك أنت تبقى عارف لا عدوى، ما تدخلش الإبل الجربانة على القطيع بتاعه، برضو احتياط، فاهم؟ لكن في نفس الوقت لا عدوى. يبقى أمرك بالاحتياط وجعلك تعتقد أن الاحتياط لا يغني عن القدر، وأن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، ولكن الله يفعل فيها وبها، فهمت بقى؟ فما فيش تناقض، لا يوجد ايه؟ تناقض في الشرع الشريف. يعني انت تأخذ بالسبب ولا تعتمد الا على الله، فهمت بقى؟ ادي الحكاية. الاخذ بالاسباب عبادة الجوارح، والاعتماد على الله عبادة القلب. فبالجوارح اخذ بالاسباب، والقلب مطمئن بقدر الله، فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة، فقال أعرابي يا رسول الله بمثل حديث يونس. وعن أبي قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقام أعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح. وعن شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا سفر ولا هامة. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقارب في اللفظ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على ألا يورد ممرض على مصح. يعني أبو هريرة روى الحديث مرة زمان وهو شباب لا عدوى ولا يورد ممرض على مصح، وبعد كده بقى ما يقولش لا عدوى، لما كبر نسي، فبيقول لا يورد ممرض على مصح بس في الحديث، كويس؟ قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك. الزار كان ناسي، قاعد يفكر كده، أنا قلت كده، ما ممكن الواحد يقول حاجة وبعد 10 سنين ينسى، ما يجراش حاجة، لكن هذا لا يضر، لأنه طالما كان ضابطا في الرواية الأولى يبقى إيه؟ يبقى نسيانه بعد عدة سنوات لا يضر الرواية الأولى، العبرة بالضبط، فهمت حال الرواية. لكن القاضي عياد قال لك يبقى إيه؟ يبقى كده منسوخ، يبقى لا عدوى دي نسخت بإيه؟ بلا يورد ممرض على مصح، وهذا خطأ من القاضي عياد، لأن الجمع بينهما صحيح، يمكن الجمع بينهما، لا عدوى في الحقيقة إلا بإذن الله، يبقى بينفي العدوى من باب الحقائق، ثم يقول لا يورد ممرض على مصح من باب الشريعة وهو الأخذ بالأسباب، فهمت إزاي؟ فلا تناقض، فإذا جمعنا بين الخبرين يكون أولى، فهمت بقى؟ الكلمه هنا الثاء مفتوحه تحدثنا، استنى قد كنت اسمعك يا ابا هريره تحدثنا مع هذا الحديث حديثا اخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح، فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت
قال أبو سلمة ولا عمري، لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخرة. هو نسي أبو هريرة بس أكاد، وجل من لا يسهو. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث مع ذلك لا يورد الممرض على المصح بمثل حديث يونس. وعن أبي قال حدثناه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا أبو اليمان، قال حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر، قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفرة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا، قال وحدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. وعن أبي قال وحدثني عبد الله ابن هاشم ابن حيان، قال حدثنا بهز، قال حدثنا يزيد وهو التستري، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. ودي رواية عن جابر اهو ترجح رواية أبي هريرة اللي نسيها، فهمت؟ فما نعتمدش بقى انها خلاص اتلغت، ما عندنا رواية عن جابر وعن السائب بن يزيد بيقول لا عدوى، فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي يبقى أبو هريرة نسي، لأن مروية من طرق أخرى بنفس اللفظ. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول، وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله ولا صفر، فقال أبو الزبير الصفر البطن، فقيل لجابر كيف؟ قال كان يقال دواب البطن، قال ولم يفسر الغول، قال أبو الزبير هذه الغول التي تغولوا. ونقف على باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.